طيب ساسي، ساسي امبارح لما خلاص، وهو لسه كنت بقول حتى في الانترو وهو بيقدم وهو بيشوط الجون ده، فاللي هو ليه يا ساسي؟ وكنا كلنا اللي هو قاعدين انت ليه شوط؟ يعني مش لا ما دي مش سالكه يعني، طبعا، حواليه دفاع بس كتير. مش هشوطه كره زي دي لما يكون لعيب عارف هو اه بيعمل ايه. لعيب فعلا بالظبط. فرجاني، لعيب كره محترم، مهاريا عالي جدا، مش هيحط حاجات دي غير فرجاني. يعني اه لعيبه الكره اللي فاكرها عالي عارفه ان فرجاني هيعمل كده، ومش هتروح في الحته دي لما يكون واحد متمكن فعلا يحطها في الحته دي وفي زاويه صعبه جدا والمسافه ضيقه جدا. الكرة كانت ولا أروع، أنا حاسة طبعا إنه كان بيلعب بلياردو مثلا، طبعا طبعا، ده كرة منشنها كانت ولا بنشن، هو أروع. منشن في المكان دوت يعني، هو بس حاططها بايده يعني. دايما في لعيبة كده يا كابتن، أنا معرفش حضرتك متفق معايا في ده ولا لأ، أول ما بيلمسوا الكرة أنت بتبقى مطمن، طبعا طبعا تعرف إن الكرة دي هتخلص بجون. طبعا، منهم فرجاني يعني، منهم أه فرجاني، فرجاني وبن كورته عاليه جدا، صرخي وبن شرقي وزيزو ومصطفى محمد. لا طب ما شاء الله، في الزمالك طب كلها بامانه يعني فرقه متكامله ما شاء الله، نمسك الخشب وربنا يكملها على خير ان شاء الله باذن الله. فرحته كانت أقول مبالغ فيها، فرحة ساسي امبارح كان مبالغ فيها، ولكن في تصريحاته قال ان انا فرحتي دي جاية من ورا ضغط، انا كان عليا ضغط كبير الفترة اللي فاتت، ما بين ده رايح المنتخب وهيهرب، ده ما عندوش كورونا وبيمثل، ده مش عارفة ايه، كتير كتير ضغط كبير جدا كان على فرجاني ساسي. وشفنا يمكن كان في فيديو من كابتن اسماعيل يوسف واللعيبة تحفيزي كده في الفندق، فشفت فرحته امبارح ازاي يا كابتن؟ وفعلا الفرحه بتاعته كانت جنونيه جدا. لا ما كانش مبالغ فيها، يمكن بص ما كانش جايبين مبالغ فيها لنا ولا لقطات، حاجه، ده بشكر فرحه الناس معانا في يعني، فرحه الكنترول، تحس ان اللاعب ده اشكرك يا فعلا محمود. فعلا مولود في نادي الزمالك وبيحب نادي الزمالك. الكلام اللي قاعد ده مش ماشي، ده رايق، ده مش راجع، ده مش هيجدد، ده مش هيعمل. لا فرجاني بيقول للناس كلها ان هو بيحب نادي الزمالك، هو بيخلص نادي الزمالك وان شاء الله موجود في نادي الزمالك، ضغط وضغط كبير. كبير عليه، وبرضه الفتره اللي كان موضوع الكورونا دوت. بص رياكشنه لا يا كابتن، طبعا طبعا طبعا، فرحه كبيره جدا، و فرحة وجري على كل الكاميرا قرب اللعيبه، كل وشه اللعيبه منها برضو كده. وراء احمد عيد ومحمود، كل اللعيبه بصراحه اه فرحانه ده يعني. حقيقي.